أنا بجد بحب القصر ده. أنت كنت وحشني قوي. البيت أحسن مكان في الدنيا. إحساس حلو إنك ترجع بيتك. اليومين اللي فاتوا أنا تعبت بشكل ما حصليش قبل كده. مفيش في الدنيا مكان أحسن من البيت. مفيش غير مشكلة واحدة، إني كل يوم على الصبح هبدأ يومي بوش مشرال عكر. اتناشر ألف روبية كهربا؟ زفار علي مرزاء. تلتاشر ألف؟ بصي، دي فاتورة الكهرباء. مبسوطة دلوقتي بقى؟ مرتاحة يا شانتي؟ ليه؟ لما أدفع كل الفلوس دي يبقى تسمعوا الكلام. وطفي ده. بتقطمني ليه؟ هو أنا الوحدة اللي عايشة هنا؟ أنت كل حاجة تجيبها فيا أنا؟ شوف كم واحد في البيت بيستعملوا الكهرباء. أنت قفلت الراديو بتاعي؟ ده حتى ما بيسحبش كهرباء، شغال بالبطارية. بابا أنا عارف إنك ما كنتش بتذاكر. عايزني أبقى زيك؟ شايفني بذاكر وبتقفل اللمبة. مرزا، ما تدينيش محاضرة عن توفير الكهرباء. أنا من عيلة، أنت نسيت ولا إيه؟ لا أنا ما نسيتش وعارف الكلام ده، لكن أنت اللي نسياه. في زمن عيلتك ما كانش فيه لسه مراوح بالكهرباء، بس الناس أيامها كانت بتهوي بإيديها. هاتيهم بقى يجوا يهوى على شعرك علشان ينشف. هو أنت كمان عايزني أطحن التوابل بإيديا؟ ماشي هعملها، بس أنا عايزك تسمعني كويس يا مشراق. لو شغلت التلفزيون ولو مرة هتشوف هعمل إيه. وإياك تشحن تليفونك في البيت، سمعت؟ وخد فانوسك وانت خارج، من النهاردة هنمشي بفوانيس. لا بقولك إيه، أنت توديني على بيت بابا بقى. ده أنا لو غليت شوية مية بس بتقولي أنت خلصتي الغاز.